مساكم الله بالخير. اليوم في تسيورة عندي ضيفين إعلاميين ما شاء الله تبارك الرحمن، الشباب المميزين في الكويت ولهم نجاحات تبارك الرحمن. رحبوا معاي ويا هلا ويا مرحبا فيكم في المذيع الجميل الراقي ذو الصوت الشجي على المايك علي نجم. يا هلا فيكم مرحبا في تسيورة. أهلا وسهلا فيك. ويقول لك عادة البني آدم يرتاح بالمكان من القبلة، وانت يا زين قبلتك. مشكورة وايد على هالمقدمة. تسلم الحلوة. تسلم عزيزي. ومعانا مذيعتنا الجميلة الراقية ما شاء الله أسرار الأنصاري. حياك الله أختي أسرار. الله يحييك. شلونك؟ طيبة؟ مرحبا فيك. طيبة. وشكرا على أنكم يتوني في تسيورة وحياكم الله. تسيورة عند الغالية فتاة سلطان يا بختنا يا بختنا. لازم اي والله. عاد مذيعين أنت وأنتم أحسن مني. لا العين ما تعلى على الحال. أنا هذه عاد أول تجربة ما يخالف. عاد بعدين أنت بتقيموني ولا شلون؟ نباصي بعض. تباصون إيه بعض. إيه بس لا تقييمكم لي يعني كوني كمذيع وياكم. أول شيء قلنا لك العين ما تعلى على الحال. إيه بس ثاني شيء إيه يعني إحنا جايين نسير وأنت إيه ما شاء الله بالتسيورة بمكانك أكيد فايدة. إيه طبعا تسيورة وحكي وسوالف ونبنسأل نبندردش شوية. في البداية يقولون يتكلمون يقولوا لي وينكم؟ الكل يسأل وينكم وش قاعدين تسوون الحين؟ من يبدي؟ اثنينكم عادي بس يلا ليديز فيرست. الحين في المرحلة الإعلامية أقدر أقول أو الوظيفية أنا وايد مركزة على هيئة الشباب. صرت متحدث رسمي. فحتى نشاطاتي الإعلامية الصحفية التلفزيونية كلها مرتبطة حول موضوع المتحدث الرسمي. وايد ودي أسوي نقلة مختلفة نوعا ما في التكليف اللي يكلفون فيه الأشخاص بأنهم متحدثين رسميين، أنه مو بس يعتمد على أن أنا أنقل أخبار للأشخاص، لكن أنا أتفاعل مع المجتمع، أتفاعل مع الناس. نعم. وكل الشرائح المستهدفة. فالحين هيئة الشباب فقط لا غير. هيئة الشباب أخوي علي نفس السؤال لك موجه. أنا موجود إن شاء الله. يمكن بعد الشغل على مدى 16 سنة مستمرة بالإذاعة والتواجد المكثف في برنامج يومي، الفقدة تصير سريعة والناس ما تفقد إلا اللي تحبه. نعم. وما تسأل على اللي يكون أكيد تارك بصمة بذاكرتها ولا بقلبها. وأنا ممنون على هذا السؤال للأمانة. من الناس حتى تصادفني بمطعم ولا مو وينك علي نبيك. إن شاء الله العودة قريبة بإذن الله في برامج مختلفة، سواء كانت برامج تلفزيونية أو برامج إذاعية. يعني على قولتهم حديد سهل. يلا ما بقى إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله الخير بقبال يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. الإعلام في زمن السوشيال ميديا من يقود الآخر؟ الإنسان هو اللي يقود كل شيء، لأن بالنهاية الأخبار الأمور اللي تصير كلها تتمحور حول الإنسان. نعم. منو اللي يرسل الخبر؟ منو اللي يستقبل الخبر؟ نعم. نعم. منو اللي يصنع مثل ما نقول الترند الناس تتكلم عنه؟ الإنسان. فمثل ما أن في وايد أمور مسخرة للإنسان، أنا أعتقد بأن السوشيال ميديا مسخر والإعلام بشكل عام مسخر للإنسان. أخوي صح. علي لك نفس السؤال. اليوم أنا أشوف أن السوشيال ميديا صارت ذراع جدا قوي في تغيير رأي، في تغيير فكرة، في تغيير صورة، في تغيير نمط حياته، وفي تغيير أسلوب مجتمع. نعم. إحنا اليوم طبعاً. ندري هاشتاج بتويتر. نعم. ممكن يخلي فتاة سلطان هي نجمة الكويت اليوم. وش هذي؟ نجمة الكويت والله. يا مو يا ما تغزلنا فيك بتويتر وكتبنا عنك وزين كله لا اله الا الله. واحيانا ممكن بان هاشتاج بتويتر يغير قرار رسمي، يغير قرار يحرك الناس بشكل كبير. اليوم الناس هي اللي قاعده تقود السوشيال ميديا. اعطيته واعطيته الاعلام حقه؟ هذا السؤال موجه لكم انتم الاثنين. انا من وجهه نظري من كل شيء. من كل شيء عام. قولي كطلاع يمكن وتفاعل نوعا ما، لكن ان انا احس للحين في أشياء أقدر أقدمها. شنو مثل شنو؟ أفكار، آراء، أحس في طاقة. تحطين أنت الأفكار هذه في وجهة معينة أو شغلة كذي، أو تحكين عن نقطة معينة مثلاً؟ شفتي الفوضى الخلاقة تسمعين فيها؟ أنا الفوضى الخلاقة. يمكن كل الأشياء اللي خططت لها في حياتي ما صارت، وكل الأشياء اللي أنا ما خططت لها وما توقعتها كلها هي اللي صارت وهي اللي وصلتني إلى مراحل ما كنت أتخيلها. فلذلك وهذا إنجاز. الحمد لله يا رب. لأن تدرين ليش؟ لأن أنا ما أمشي وأسوي شيء إلا لما أحس إن أنا حابتها وأحس فيني طاقة. أبي أعطي. تنشرينه يعني. أبي أعطي. أحس فيني في رسالة، في شيء معين، في محتوى لابد إنه يقدم. وهذا الشيء اللي يخليني دائما أقول إن الخير بقبال. أنا متفائلة وإن دائما أقول الشغف ما يخذل.
اي نعم شغوفه في شيء، شوفي وين وصلت ما شاء الله. ولا نفس السؤال، نفس السؤال ولا لما تشتركون في كونكم اعلاميين يعني. يعني اسراء ما شاء الله قالت وما خلت. اي لا انا بمنك بعد. اي بس لا لا يزال الاعلام بالنسبه لي بعد ما اعطيته كامل حقه في وايد اشياء ممكن ما شاء الله، مع انكم تبارك الرحمن يعني الحمد لله متالق يعني. وهذا تدرين كثره العمل في هذا المجال، انا قاعد اكلمك عن 16 سنه بين برامج اذاعيه وتلفزيونيه وتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي وكتب اربع كتب خامس جاي بالطريق ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هذا التواجد قاعد يأكد لي على المستوى الشخصي بأن دامنا عندك قدرة على تغيير وجهة النظر بالإعلام، لأن احنا قبل كان الإعلام بالنسبة لنا هو عزيزي المتابع وأهلا منه وسهلا بكم، ولين ننقل العفوية والروح الحلوة لين نبين حق الناس الإعلام قريب. دائما تكونوا العفويين لازم لابد عشان المتلقي يستقبل لابد. فلا ما أعطيت كل شيء بعد، باقي كثير فيك إن شاء الله. فيك بعد عندك عطاء. بعد 20 سنة قدام ما شاء الله إن شاء الله العطاء لي قدام وقدام وقدام وبقبال يا الله خير لين ان شاء الله نقدر بواحد من هالبرامج اللي بنسويها نقنعك تكونين ضيفه. امين. قولي امين. لا امين علي. امين علي. رسائل انا ما اطلع، انا ما اطلع ادري والله جربت يعني. اي اي بس شوف ايش صار لك، ايش كنت صار لك؟ انا جربت معك مرتين وبالمرتين ما ضبطت، ولكن انا على يقين تام بان الضيف اللي ما يطلع في المقابلات انا بالنسبه لي اشوفه تحدي، بان اول شيء شلون اقنعه، ثاني شيء شلون ممكن خطوته في المقابله معاي على المستوى الشخصي تكون تجربه ما يبي يسوي مقابلات عقبها. انت خليت رمضان كله دوختني، ما بقى احد ما تزيته يعني. للحين ناطر اشوف الواسطه اللي تنفع. هذا دليل بان انت توج قلتي شغله مهمه ان العفويه دائما اللي من القلب للقلب. وانا اتكلم كمشاهده، ما راح اتكلم كهذا. نبي نشوف ناس نفسك. لا يا حبيبه قلبي، لا نحتاج ناس شريفه. لا اختي حبيبه قلبي، ترى فيه بس احنا نبيك، احنا نبي نسمع احنا الحين احنا هي الاخليه تخربت. اي لا في ترى بس اليوم ما يصير فتات سلطان ولا مقابله ولا سؤال ولا سالفه ولا قصه عندك. ايش كثر اطلع لايف، اطلع لايف العالم كلها تشوفني اقعد. ليش تشوفك؟ لان حبتك. اي اي انا شوفي، انا خليني اقول لك شغله اختي اسرار، انا يعني ابطل اللايف وبدون اروح المقابلات وما مقابلات قدام الله وخلقه قاعده ببيتنا وتفاحي قدامه. شوفي احنا الحين نتفق اتفاق، يوم قالوا لي برنامج مع فتات سلطان اسمه تسيوره قلت تم. اي علشان شنو؟ عشان ما يقولوا لك برنامج فلان الفلاني ما عينك بتقولي. ليش ما رحتي لعيد؟ عشان ليش ما رحتي؟ يا جماعه وقفوها يا جماعه. اسمعني علي، انا قلت لك ليه قدام؟ انا ما اطلع لقاء، خلينا نشوف بنجرب. نجرب حظك. ما اعرف تحكي. بنجرب. والله لا راح تجربينه، اوعدك راح تجربينه. ما اوعدك ولا اقول لك انا راح اي، انا ابطل طالعني باللايف، ادخل علي واسال. ما ابي. ليش؟ ابي اقعد وياك فيس تو فيس ونسولف مثل ما انت. انا ضعت بالنص الحين يا جماعه، انا وايد ضايعه بالنص. زين الخطط، ما الخطط الاعلاميه في الفتره المقبله ان شاء الله؟ انا احس وايد ابي اركز على دوري في هيئه الشباب، على اني اوصل المشاريع اللي قاعدين نقدمها للشباب. ليش ما وصلتي؟ لا نبي بعد، بعد نبي بعد، نبي بعد نحتاج بعد. ويمكن مثل مواضيع شنو يعني؟ يعني مثل المشاريع اللي نقدمها، احنا قاعدين نوفر فرص وظيفيه، برامج تدريبيه وتاهيليه. يعني في وايد امور راح تحدث نقله نوعيه، بس مثل ما نقول الانسان طماع. نعم. وانا ابي اذا بسوي شيء ابي اوصله لابعد مدى. نعم. فاحس انه لما احس اني اكتفيت من هذا الجانب او باذن الله صار في شخص افضل مني، انا هني افكر بامور اخرى. اخي علي، أنا إن شاء الله السنة اللي طافت قدمنا برنامج كان على اليوتيوب بس اسمه نتكلم موسيقى. قدمناه مع أخوي الغالي طلال الفصام. البرنامج يتكلم، هو برنامج أسبوعي يتكلم عن أحدث الإصدارات الموسيقية الغنائية. نعم. احنا ما عندنا برنامج على مستوى الوطن العربي كامل يكون عبارة عن استوديو تحليلي للأغنية الخليجية والعربية. نعم نعم. لأن يعطي هذه فيها ثراء، غنية غنية. فإن شاء الله بإذن الله هذا أول مشروع قادم بإذن الله في موسم جديد راح يبلش إن شاء الله في تستقبلون شخصيات ان شاء الله هالمره راح نبدا نحاور شعراء ملحنين مطربين. انت بتاخذونهم من الخليج ولا بس الكويت؟ والله لو ان شاء الله كانوا وين ما كانوا باخر مكان بالعالم. احنا اللي يهمنا اللي بيعطينا محتوى مثري. لان اليوم لما قدمنا هذه الفكره بعد بحث طويل فتات يعني احنا دورنا في تاريخ البرامج العربيه برنامج يحلل الاغاني بوجهه نظر مستمع وليس ناقد، بوجهه نظر مستمع طبيعي يسمع الاغنيه، شو اللي يركز عليه، شو اللي يحبه،
اليوم هذا التركيز على هذا النوع من المحتوى وضروري عفوا ضروري لازم صحيح. تحط اسم الكاتب ولا لان هذا يعني يسمعون الاغنيه بس ما يدرون كاتبها منو منو الملحن فعلا لازم المتلقي على الاقل يعرف منو حتى بال يعني بالدراما مثلا او في عدل ما يدرون منو. شوفي عارف ان احنا ندري ان على سبيل المثال اذا سمعنا اغنيه من كلمات بدر بورسلي نتحمس شوي يعني الله ايش كاتب لنا الغالب وناس سمعنا ترى على الفتره هذه اللي هي احنا فيها بداوا يسالون منو كاتبها قبل الناس هذا معناته في وعي صحيح بالضبط هذا نتكلم موسيقى هذا نتكلم موسيقى توعوا الحين اللوادم يبي يعرفون منو كاتبها منو اللي قايلها منو يعني مثلا اغنيه يا سمعت هذه الاغنيه ما يدرون منو اللي كاتب الكلمات بس يسمعون ان الفنان فلان الفلاني هو اللي مغنيها زين وهذا حقه ليش انا ما اعرفه ما يصير يعني صح. عموما من الشخصيات الذين تدينوا لهم بالفضل في تمييزكم للاعلام اذا بتكلم بشكل صريح شكرا ما قصرت اي والله ما توقعت بتذكرين اسمي للامانه لا قاعد غشمر والله قاعد غشمر هي تفاجات انا اخترت قلت شنو صار لا فعليا يعني ما كنت افكر في موضوع تميزكم في الاعلام ما كنت افكر اني انا ادخل الاعلام نهائيا وهو يدري الشخص اللي مثل ما نقول سحبني من ايدي استوعب وين مواطن الابداع عندي وشجعني عليها ياسر حارب الكاتب الاماراتي ياسر حارب نعم. هو اللي مثل ما نقول نبهني على هالجانب اللي فيني واللي من خلاله بديت اني سويت اول برنامج انا من اني ما سويت ولا برنامج تلفزيوني الى برنامج اسافر دول ووثق اقدم مكتبات العالم يعني برنامج وثائقي برنامج ترافل شو بطريقه مختلفه جدا فتتخيلي وثائقي ومكتبات العالم ما لكن في صعوبه ما لقيت الصعوبه كان وايد صعب شلون كان اولا احنا طبعا يعتمد على حفظ المعلومات ما في اوتو كيو ما عندي ورقه اقرا منها الشيء الثاني موضوع السفر إيه؟ ان انت تتكلمين من الى كم تقريبا 13 مدينه 13 مكتبه يعني انت تخيلي 13 مدينه وين هذول عددين رحنا مثلا باريس إيه؟ رحنا سويسرا رحنا المانيا إيه؟ رحنا اسبانيا معك جروب طالع وياك فعلا احنا فريق صغير ما تعدى 8 اشخاص كم ثمان أشخاص أكثر من 12 ساعة نصور تصوير خارجي أنت تخيلي أني أنا بحياتي ما قعدت باستوديو قدمت برنامج أنا فجأة بنص الشارع واقفة جدام بنص الشارع قاعدة أستحضر معلومات يعني خلي موضوع الخوف خلي موضوع ما حضرتي لا حضرنا فعلا وكنت أنا لأنه وهذا نرجع على موضوع الشغف لأني حابة موضوع المكتبات والثقافة فتركضين بالمعلومات وتركضين وعارفتها يعني هو دائما هذا اللي يفرق والشيء اللي دائما يميز كل إنسان دائما أقول لا حد يطلع اللي يتكلم في شيء هو فاهم فيه نعم حقيقة لا يحط نفسه في موقف عسان يكون فاهمة لكم والله يا يعني زينت والله يا زينت والله يحبني للحين 10 على 10 والله العظيم ها كم تعطيني أنا يعني 10 يعني توقعين بقول شيء غير الله يعني يا حبيبي نفس السؤال لك شوفي أنا أدين بشكل كبير لإذاعة مارينا اف ام هذه الإذاعة اللي تبنتني من عمري 16 سنة أخص بالاسم الغالي العزيز الصديق نواف النجادة وجه له تحية هو كان صاحب فكرة برنامج أنت المذيع برنامج المسابقات اللي فزت فيه بالمركز الأول ما شاء الله. وانطلقت مسيرتي في مارينا اف ام طلال ملك طلال الفصام هالطلالين في حياتي هذيلا لهم توجيهات كبيرة لهم دعم جدا كبير نعم. ما قصروا معي مدين لهم على أن هم معي لغاية اليوم حتى في البرامج البرامج اللي قاعد اقدمها لغايه اليوم علي ترى تقدر تثقف نفسك هني ترى حلو انك تذكرهم ولقاءات طبعا ناس وقفوا معنا وثقوا فينا وشافوا فينا خير ووصلنا حق مكانه وايد حلوه ما شاء الله ما يصير ما نقول لهم يعطيكم العافيه ومشكورين يستحقون الشكر والثناء ونزيدك من الشعر بيت ولا نبيهم يوقفون نبي حتى في خطواتنا القادمه يكونون موجودين وما يبخلون علينا حياكم الله في تسيوره ويا اهلا ومرحبا فيكم ناخذ فاصل ونواصل حياكم الله في تسيوره ويا هلا مرحبا فيكم يا هلا شرفتوني بصراحه سؤال من هي الشخصيه اللي لا زالت في الذاكره لعمق ثقافتها وبلاغتها من خلال حواركم لها انا بالنسبه لي كل الناس تصدقين شلون كل شخص يترك فيني حتى اللي بالشارع شفتي لو بس حوار مع اختاري لي نماذج من ضمن تنصدمين من اللي بقوله الحين راح تنصدمين قولي إيه؟ على كثر اللقاءات الاعلاميه على كثر التقائي بالناس من احد الاشخاص اللي ما انسى حواراتي معاه مانويل سائق تاكسي خذاني من مطار نيويورك ل
الفندق إيه؟ كان يكلمني عن ثقافة الاستغناء. تخيلوا ان شلون هو واخوانه سبعه شلون كانوا يحاولون بقدر الامكان هم يعززون ثقافه ان هم يستغنون عن الشيء علشان يضحون فيه حق غيرهم. يعني مثلا كان يقول لي ان لازم لما نحط من الشوربه ولا من الجدر اكل لازم حتى ناخذ اقل من حاجتنا علشان نتاكد انه يكون في حق اخواننا. اي ما شاء الله. وهالكلام ترى ب 2014. اي اي تخيل انا للحين اتذكر الحوار. فلو بقول لك كل شخص مهما بلغت درجه ثقافته مكانته الاجتماعيه يترك فيني شيء معين. وهذا اتوقع هذا يعني مثل ما نقول هذه الدنيا. اخوي علي لما انا محظوظ اني انا قابلت شخصيات وايد ما شاء الله. نعم. وصارت لي تجارب مميزة جدا معهم، ولكن ما أقدر أنكر بأن المقابلة اللي وقفتني على أطراف أصابعي من الدقيقة اللي طلعنا فيها على الهواء لين ختمنا بالعمق بالثقافة بالفكر اسم. بالأسلوب الراحلة رجاء الجداوي الله يرحمها. الله يرحمها. كانت مقابلة معاها عظيمة، خصوصا أن هي في بداية المقابلة هي ما تدري أنا منه، مذيع كويتي يا ابني قابلني ببرنامج نقطة وانتهى الموضوع. نعم. بالكويت ولا في مصر؟ بالكويت وفي إذاعة مارينا اف ام. نعم. في المقابلة. نعم. في برنامج ممكن نتعرف عام 2018. نعم. وكانت شوية داخلة البرنامج الله يرحمها وهي معصبة. ليش؟ لأنها لابسة دراعة كويتية وهذا لأن قالوا لها البرنامج مصور. بس استوعبت أن الاستديو إذاعي والكرسي مرتفع. فشوي تعسرت. تعسرت حكم عمرها وكذي. فبلشت معاي المقابلة شوي كانت شادة. لين شوي شوي أخذتها بالحكي، أخذتها بالسوالف. في نهاية اللقاء لما خلاص استوعبت ان انا قاعد اختم الحلقة الحين تسندت وصفقت لي ما شاء الله. فنان بهذا العمق، فنان ثقفنا، فنان انا حاط لها صورة. هي تدرين ان رجاء الجداوي الله يرحمها هي اول عارضة ازياء على مستوى الوطن العربي. نعم. اول عارضة ازياء عربية. ما شاء الله. هي شوية من شيك يعني ما شاء الله عليها. نتكلم حتى المحتوى اللي قاعد ناقشه فيه صورتها مع ام كلثوم. نعم نعم. فكانت تتكلم عن ايام احنا ما عشناها. نعم. ولا نعرف الفكر فيها ولا نعرف طبيعة الحياة فيها. مقابلة طارت الساعتين بغمضة عين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هي اكيد وايضا الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن كانت المقابلة وياها عبارة عن عالم ثاني. نعم. من الفكر والثقافة والأسلوب. ظلوا هالمقابلات عزيزين على قلبي جدا. اتركوا لك بصمة. شوفي تبقى المقابلة اللي دائما تترك بصمة. وأحرص على تكرارها في كل موسم رمضاني ما شاء الله. لأن هذا الضيف مستفز وذكي وعنده محتوى فخم وعنده محتوى قابل للحوار دائما. الفنان حسن البلام بو علي. نعم. صار الجمهور أصلا ينطر مقابلتي معاه كل رمضان لأنه يدري بأن هذه المقابلة راح تكون تغرد في سرب الحالة. ما شاء الله فعليا. سؤال مشترك، لو طلبت منكم كتابة ثلاث جمل فلمن تكتبها؟ علي لأنها أشوفها. ما راح أقول شنو هي الجمل لكن راح أقول حق منو أكتب. حق منو؟ إحنا ما قلنا شنو الجمل. زين زفيتين. لا ما زل. لا بخشور وياك. أنت في مكاني. أصل البيت بيتك. يا بعد. نعم. الجملة الأولى راح أكتبها حق هيام بنتي. 6 سنين عمرها. الله يحفظها. أبي أكتب لها جملة تقراها لما يصير عمرها 18 سنة إن شاء الله يمكن تستوعبها. الجملة الثانية بكتبها حق الغالية تاج راسي أمي بدرية عسى ربي يحفظها. عسى ربي يحفظها. والجملة الثالثة أكيد بلا منازع راح أكتبها حق صديق عمري طول العمر هذا كله طلال الفصام. إنزين أنت قلت لي حق بنتك والوالدة وطلال الفصام. صادقة. أبي من هالثلاثة تقول لي الجملة. هي بنتي. قول. راح اكتب لها جمله واحده، هي جمله انا اخذتها من ابوي الله يرحمه. نعم. عمرك لا ترضين على نفسك غلط بس علشان ترضين احد ثاني. وانتي مو غلطانه. وانتي الله يخليها لك وتفرح فيها يا رب ان شاء الله. بحضورك ان شاء الله. يسلمك. تفضلي. الثلاث جمل بكبرها راح اختار شخص واحد اني اتكلم. انا قلت ثلاثه وبعدين كيفك عاد ابي ثلاثه وبعدين خصصي. وإذا في شخص نشوفه الثلاث أشخاص تمام. راح أهدي حق أبوي، راح أهدي حق أمي الله يرحمها وأختي. إنزين. واللي أقدر أقولها علنا يعني راح تكون حق أبوي، وراح أقول له شكرا لأنك سند، لأنك القوة، وشكرا لأنك آمنت فيني. نعم. ولأنك قلت لي امشي وأنا وراك، ومهما يصير مهما يصير تأكدي
ان وراك شخص اسمه زكريا الانصاري راح يكون سند اسطوري. ما شاء الله حياتي حبيبه قلبي حبيبتي. كل منكم خاض تجربه الكتابه من خلال اصدار كتاب تحمل اسماء على اصدار على اصدار مجموعه من الكتب زحمه حكي حقك طبعا ها وجاري الكتابه وخيال وبالنيابه عنهم ما شاء الله. ابيك يعني تقول لي شلون شوفي تطرقت حق على فكره من الناس اللي استفزوني على الكتابه هي اسرار لان كانت وايد تشجعني وكتابها نزل قبلي كتاب اسراري. انا لقيت بالكتابه شخص ثاني فيني يقدر انه هو يعبر بمواضيع يعني ثانية. كل كتاب انت طبعا يعني كتبت فيه كل واحد كل واحد لونه كل واحد له شعوره كل واحد له ستايله وطريقته صح. إيه؟ صح. كلمني عن 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 شنو عن التجربه ولا عن الكتب؟ شوف عن التجربه وعن كتاب واحد تقول لي عنه انت تختاره. اوكي عن التجربه بشكل عام انا اتوقع اني وصلت الى مرحله ادمان الكتابه احبها خلاص صرت ادري اني اقدر اطلع شيء هني انا ما اقدر اقوله حق احد. علي متى تقعد تكتب متى؟ يمكن اقدر اقول بابسط الحالات اذا حد تحداني هني اقعد انثبر قدام الكمبيوتر واكتب اطلع اللي بجبدي كله. انزين قول لي عن الكتاب هذا الكتاب اللي يعني من بين الاربع كتب اللي نزلت يمكن اكثر كتاب يعني لي انا على المستوى الشخصي هو كتابي الثالث خيال. خيال خيال نزل قبل الكورونا بالنسبه لي حتى ما اخذ فرصته اللي انا كنت اتمناها. كتاب تحديت نفسي فيه لان الكتاب من اليلده الى اليلده انا قاعد اكتب على لسان بنت وقاعد اكتب مذكرات بنت وقاعد اكتب البنت هذه يعني موجودة هذا اللي انت لازم تعرفينه عشان كذي الكتاب اسمه خيال. اي خيال ان انت راح تعرفين كل شيء عنها. نعم. بس ما راح تعرفين اسمها وعمرها وشكلها ولكن راح تعرفين معاناتها ومشاعرها. اوكي بس يعني هي موجودة سؤال الله على هي موجودة في كل بنت ما يبي يقول ما يبي يقول في كل بنت هي موجودة في كل بنت وموجودة في كل شاب وموجودة في كل ام زين شلون لحظة شلون عرفت ان خيال البنت شلون سؤال دخلت تدعوم بسأل انا سؤال رد عليه انا عرفت انه خيال بنت لان استوعبت انه في مشاعر اذا كتبها رجل على لسان رجل ما يتقبلها المجتمع العربي ليش؟ ولكن اذا كتبتها على لسان بنت فبيقولون انها مجتمع شرقي شلون هذا الحكي هذه قويه يعني انا ما يصير اكتب مذكرات رجل قاعد يعاني من الاكتئاب ولا قاعد يبكي ولا يمكن جايز انت تعرف يرضونها على احمد شوقي ونزار نزار قباني ما يرضونها علينا احنا الحين ما يرضون ليش ما يرضون ان الرجل يطلع مكسور ويكتب بانه هو فاقد والهان وعشقان يرضونها على مسلسل تركي وانا اخوك ما يرضونها كاتب يكتب انت مكسور فانا مكسور بس انجبر الكسر والله شلون لما تكونين محاطه باوادم يحبون الجد يحطون يدهم مكان الالم يقولوا لك معلش انت اكبر وانت قدها وتقدرين هذيل العوض من رب العالمين نعم اللي يجبرونك نعم حقيقه ما في كسر يكسرك العمر كله صح. كل كسر لفترته ويتوكل على الله بس في كسر ينجبر بس في كسر في كسر ما ينجبر في كسر ما ينجبر تبقى صح. والكسر تبقى والكسر اللي ما ينجبر واتوقع اسرار تأيدني بهالنقطه هذه هو كسر فقدان الوالدين صحيح هذا الكسر الوحيد اللي ما ينجبر واللي عنده ظنه مثلي هذا يعني بعيد الشر عنها لا فقدان الوالدين بالنسبه للصديق والحبيب شلون ايش فيه اذا يعني الكسر منه ينجبر ايش دارك بس لا اثر على فكره ما يصير ما قلنا ما له اثر لا يمكن يدخلك بحاله اكتئاب يمكن يدخلك بدوامه حزن يمكن يدخلك بحاله نفسيه صعبه ولكن هي حاله لابد انها تنتهي صح. اختي اسرار نتكلم عن الكتاب اللي كتبته سميته اسراري ليش انا اقول لك ليش هذا النكنيم اللي استخدمته انا اصلا ك يتعلق باسمك لا علاقه في وايد اسرار سويتها يعني وايد اسرار تخصني انا كانت هي عباره عن قصص فقسمتهم على 13 فصل وكل فصل كنت اكتب سر سر المطر تخلي سر السر هذا القارئ هو يكشف المكشوف كاشف عمر كاشفه عكس اسمي اسرار بس انا فضايح انا على فكره ابي على فكره ترى من الحين اقول لكم ترى بيهم الكتب ها تامرين ابو عيوني فانا من الناس اللي هذه كانت فعلا تعلقتي وانا صغيره فضايح لان ما اعرف اخش وايد اعبر ما اعرف اسكت انصاد بدقيقه اذا كنت قاعده اراوغ ولا الف وادور ولا ف
فكنت اكتب عن كل شيء، يعني كانت الفكره ان انا اكتب قصص الاشخاص، كنت اشاركها مع الناس بالسوشيال ميديا، الناس تيجي تقول لي قصصها. فلما نيت كتبت سميتها اسراري، لاني اعتبر بان هذه القصص اسرار فعلا تكلمت فيها، وايضا اتكلم عن الاشياء اللي انا احبها واربطها بامور متعلقه في الحياه. يعني هذا الشيء اثر فيك جدا جدا جدا، يعني بيني وبينك كنت احس انه كان في داخلي زحمه حكي. لا كانت فعليا كانت في داخلي وايد مشاعر، كان في داخلي وايد اشياء ماني عارفه شلون اطلعها. لما قررت اني اقعد واكتب شيء غير عن البيانات الانتخابية، أنا أيام الجامعة كنت وايد انتخابات وأشياء يعني جامدة، لما قررت أن أكتب للعلن بهالطريقة هذه حسيت كل ما كتبت أكثر كل ما كنت قاعدة أتشافى بطريقة غير مباشرة. الكتاب ترددتي فيه أنك تطلع جدا ما كنت ناوية أسوي كتاب، كنت ناوية بس أكتب القصص وخلاص أرتاح، لكن لما وقفت وقررت أني خلاص بدخل حياة وظيفية ببلش حياة جديدة، شفت الناس قاعدة تقول لي نبي القصص نبي نقراها، هل كنا نتذكر شلون ننطرها لما تنزلينها، فحسيت أنه ليش لا، طول ما أن أنا قادرة والله مقدرني أني أكتب شيء في رسالة، شيء ممكن يأثر على الناس بشكل زين أو يلمس قلبهم يقول لهم أنه ترى يعني أنا وياكم أحس فيكم، قلت ليش لا، ماكو أجمل من هالشيء. يا أهلا ومرحبا فيكم. فاصل واصل. حياكم الله مرة ثانية في تسيورة، شرفتوني. يا أهلا ومرحبا. هل الأسرة المثقفة تخرج أبناء أسوياء أكثر ولا شلون؟ لكل قاعدة شواذ طبعا، يعني في أحيان أولياء أمور مثقفين وعندهم علم، لكن سبحان الله فإيه، بس أنا أعتقد أنه بنسبة كبيرة جدا تساهم في التنشئة الصحيحة، تساهم في أنه تغرس المفاهيم الصحيحة اللي ممكن حتى الطفل أو المراهق الشاب أو الشابة يبتدون يتجهون اتجاهات خاطئة، لكن الغرس هذا يذكرهم بس الخطأ. تلاقينه مو كلهم مثقفين، حتى مش تلاقينه مثلا الأم دكتورة والأبو ما شاء الله تبارك الرحمن، تلاقين العيال بعضهم لذلك. فهذه مو قاعدة، لكن أول نرجع على الغرس والناس اللي تنشئ وتحط الخير بقلب عيالها. خاف الله وتصرف صح، سواء ما يتعلق لا بثقافة. أخوي علي، شوفي الثقافة ومدى ثقافة الإنسان هذا اختيار مو إجبار. نعم الآباء والأمهات، الآباء والأمهات، شوفي في آباء وأمهات أحيانا يكونون شديدين بزيادة عن اللزوم، مثل ما لك القاعدة شواذ إيجابا هم لك القاعدة شواذ سلبا، تلاقينهم يضغطون عليهم بتخصصات معينة، يضغطون عليهم اقعد جابل اقعد ادرس، يطلعون أولاد ما يفهمون بالحياة الاجتماعية شيء، لا رد ولا بدل ولا مواجيب ولا غيره، بسبة أن أهلها حاكرين بالبيت بين هالكتب وبين لا، لازم يكون في اتزان، في اتزان صحيح، وهذا الاتزان العائلة الذكية والآباء الأذكياء قاعدة تعالج المواضيع. خلينا نكون واقعيين، يمكن 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 أبهاتنا وأمهاتنا تربوا ببيوت عند أمهات وأبهات يمكن ما يعرفون يقرون ولا يكتبون، ولكن ولدوا أسوياء وسنعين ويعرفون الصح ويعرفون الغلط ويعرفون العادات والتقاليد والدين وهذا كله. الثقافة ما لها علاقة بتربية أبنائنا. الغرس السليم. أنتوا كنتوا أصدقاء في الجامعة؟ زملاء. أنا أول مرة دريت إن علي معانا موجود كنت واقفة بالممرات حزتها، أنا كنت للحين على فكرة هذه وايد مفاجأة، أنا ما كنت اجتماعية نهائياً وما أحب أتعامل مع الناس أمانة، ما أحب أتعامل مع الناس كل هاللي مسويته ولا تخيل هذا قبل سابقاً انزل. فكنت أوقف كنت أسمع واحد صوته أقول يا رب أنا أعرف هالصوت، أقول هذا إيش فيه، هذا ذبحنا اللي صوته كذا صوت علي نجم. كنت أقول بقلبي يعني هذا صوته صوت علي نجم، يعني في واحد يقلده ولا شو الموضوع. لفيت طالع ولا علي، أوه يا حليلة وياي بالجامعة. أنا لأني ما كنت مثل ما قلت أنا ما كنت أتواصل مع الطلبة، كنت كلاس وأمشي فما كنت أدري. فهني بدأ أن دريت أن علي موجود. كنا نسلم على بعض عادي أيام الجامعة، هلا وغلا شلونك أخبارك بالممر، وإحنا اللي ماشيين بعد تقريبا سنتين من تخرجنا. أم فيصل الله يذكرها بالخير شيخة زين الصباح كانت طالبتني بأني أنضم لفريق وزارة مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب في كان اسمه. دخلت أول يوم دوام قالوا لي هذا مكتبك، قعدت بمكتبي ولا المكتب اللي جبالي أسرار فلأن احنا زملاء جامعة، هذا صار بالعمل فلأن احنا زملاء جامعة فكانت هي أكثر واحدة في بيني وبينها ميانة هي اللي أنا ظليت يمكن داومت فوق الوقت اللي أنا أبي في وزارة الدولة لشؤون الشباب بسبب
الأسرار. شلون؟ لأن أسرار مستفزة في العمل بشكل جدا إيجابي. ناهيك عن أن لما يكون صديقك معك بالعمل يخلي بيئة العمل محببة أكثر. إنزين. بس أسرار لأنها ذكية وشاطرة مثل ما نقول لها لوبة، تحب تشتغل تحب تسوي. لما تقعدين عشان هي أسرار قاعدة قدامك تمدحها. لا والله الحجي قاعد لما تقعدين أنت في بيئة عمل في أحد قاعد يشتغل يستفزك إن أنا بعد أبي أشتغل. أنا بعد أبي أنجز. انجمعت وياها بمشاريع وخطط وأفكار وايد وطدت صداقتنا بشكل جدا. نعم نعم. عندي فقرة اسمها لو، لكل جملة أبيكم تعلقون عليها. لو حق علي، لو افترضنا أنك تكون غير مرئي لمدة يوم كامل، شو تسوي؟ كاسبر كاسبر. للأمانة في كم مكتب ودي أزورهم أسمع شو يقولون عني بظهري. إيه حق الطفل. هم كاسبر وتخاف عليهم. روح عند الناس قبل بدال لا تسمعهم. أنا بني آدم يحب يجمع معلومات. إنزين. ففعليا راح أروح أماكن أنا ودي أعرف معلومات عنها أكثر. تنقال ما تنقال قدامي هذه المعلومات لأسباب وأسباب أخرى. فإيه أروح أدور لي محتوى حق أنا بني آدم وايد يحب على فكرة وايد يحب وايد بني آدم أحب أضحك بدون مبالغة أحب أضحك فعليا. شلون؟ أحب أضحك على الظروف، أحب أضحك على المواقف، أحب أضحك على الردي، وأحب أضحك على الخاين، وأحب أضحك على الكذاب، وأحب أضحك على المنافق. فأي فرصة على الألم لازم نضحك على الألم. شلون؟ لا بعرف إذا ما ضحكنا على شيء ما صغرنا. وأحيانا أنا هذه على الأقل بوجهة نظري وعلى هالمبادئ أنا قاعد أسويها. والرقص على الألم هذه لازم. أنا شفتيني بحفلة مجيد قبل كم أسبوع، هذا الشماغ ممسوك بيدي اليسار وأطق رقبة على هو يقول على هو يقول لك راك نصفي ونصفي فيك داي ورقص على الألم اسمه. أسرار، لو طلب منك إنك تكونين ما تسولفين لمدة يوم كامل ساعة المباركة. انا هاديه واحب الهدوء وايد، بيتوتيه واحب اقعد متعتي اني انا اقعد. تعرفين اللي اسوي ولا شيء دوينج نثينج، اقعد اطالع تلفزيون اقرا كتاب يعني فس يعني ساعه المباركه وايد بالنسبه لي هذه المتعه. هذا الشيء اللي انت عاده انت هدوء ولا هايبر تكونين ولا شلون؟ يعتمد المكان اللي انا فيه. شلون؟ ايش الحين بالاماكن اللي برا يعني اذا اماكن عمل اماكن انا عرفتها اكون مو بس هايبر اوفر هايبر اوفر حوسه 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 اتكلم وايد. لكن مثلا تكلمين وايد ولا حركيه بس كل شيء تشوفين شنو قدامك حوالي كل شيء ما شاء الله. فهذه الشخصيه اللي انولدت مع الايام ما كانت موجوده. يعني وانا صغيره كنت هايبر كنت مشاغبه بس كبرت صرت اهدى. الحين لا، شخصيتي الصجيه لما ادخل البيت كل شيء ثاني يكون برا. هذه هي الهاديه. نعم. اللي تحب تقعد. نعم. المستكينه. اللي تقعد بكل هدوء. متى 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 تقعدون مع اهلكم اذا انتم دائما يعني مشغولين مثلا بالاذاعه؟ اهم شيء لا بالعكس، مثلا انا على سبيل المثال عندنا التجمعات العائليه هي بالنسبه لي نمبر 1. انا مستعده اني اطوف لو شنو ما كان بمقابل اني انا اكون مع اهلي. حتى لو كان عندك اجتماع عندك مقابله يعتمد على درجه الضروره لان اهلي راح يتفهمون. بس انا بالنسبه لي مثلا اهلي اولويه، اهلي رقم 1. علي شوفي، ما في بني ادم يقدر يكون ناجح في مجاله الا اذا عرف ينظم وقته. نعم نعم. انا عندي هذا الوقت موجود، وقت اهلي معروف. يعني انا مثلا زواره السبت بيت امي هذه لا تجي لي فيها ابدا. انا معروف يوم السبت لي قبل الساعه 5 العصر ممنوع تحجزيني او تكلميني بأي شيء. نعم نعم. وقت هيام بنتي هو وقت هيام بنتي. انا محظوظ ان بنتي شويه حابه مجال شغلي، فتحبتي معي استديو، تحبتي معي مكتب، تحب تشوف يعني تحب تطالع. والحمد لله اللقافه اخذتها من يعني أول فضول. علي لو خيروك تحضر حفلة واحدة إنزين فقط من 3 حفلات في نفس اليوم لعبد المجيد والثانية حق راشد بدون ما أعرف قلتي لي حق عبد المجيد يعني حق عبد المجيد ما بدون لا أعرف منو غيره. حفلة حق عبد المجيد، لو منو عنده حفلة غير عبد المجيد ما راح أحضرها، راح أحضر عبد المجيد. علي حافظ له شيء؟ حافظ له كل شيء. كل شيء كل شيء. ابي اسمع منك. لا وين؟ لا لا انا ما ابي اسمع. انا ما ابي اسمع يغني. شوفي خل اقول لك نص مستفز بالنسبه لي حق عبد المجيد. في عنده اغنيه اسمها كله منك.
اغنيه وايد ذكيه. الكوبليه مالها ركزوا فيه انتم شوفوا شلون مستفز هذا الكلام. يقول فيه الندم ما فاد غيرك لا يفيدك، صار لي غيرك حبايب ولك حبيبك، خلها في القلب تجرح لا يبان الشوق يفضح، كيف ابرر للوفي شوقي لخاين، كيف اداري العيب وفيك العيب باين، عيب تستسهل رجوعك عيب تتجرع علي تحسب كماين. اقعد شلون ما احبه شلون اي اسباب اي مطرب منهم او غيرهم غيرهم المطرب اللي فعليا اتمنى اني انا احضر له حفله واسمع يغني عبد الكريم عبد القادر. حاطيني شيء حافظه طفوله حافظه اغانيه كلها. قولي لي قولي لي سمعيني ما عليك البار قلت لك ليش لا قاعد غش ليش علي يوز عنها ما اقدر والله وايد لا تقول والله دائما اطفش كذي بالدوام كل مكان لا بارو احنا دائما كذي فهذا شيء طبيعي جدا. لا يعني عبد الكريم عبد القادر حاله فنيه بروحه طبعا نقدم له تحيه فعليا يعني من صغري وانا كنت اشوف اهلي يتاثرون باغانيه واقول يا ربي شنو هالتاثر وانا ما كنت عيوني تدمع وانا مو فاهمه الكلمات مو حاسه لاني طفله لكن واصلني الاحساس. لو بتقول لو بقول في وايد اغاني احبها لكن حتى النظر حتى النظر وايد قوليها ممكن اسمع شيء منك ما تحضرني يعني انا لو مثلا انت قلتي لي عبد الكريم يعني انا قاعده اقول لك مثلا كاظم الساهر تسمعين له ولا اموت على كاظم الساهر وماجد الرومي ماجد الرومي انزين هذول الحين انت قلتي هو سؤال ويعني اختاري واحد منهم عبد الكريم بدون تفكير ولا اعطيني اعطيني سمعيني شيء حافظت له اي ليش لا في من اغانيه اللي انا وايد احبها لكن ما اخذت هذا الانتشار كلمات ساهر نوجه لك التحيه وقت التسامح الاغنيه هذه الميزه فيها انه مو من الكلمات المعتاده لا حلنا عندي غير انك تكون بعيد واضح انا ردي رجاك اليوم لا ما يفيد صعبه انا وياك نبقى ونكون واحد بيني وبينك جرح بعدها عليك شاهد ابعد بعيد وروح وقت التسامح راح هالاغاني احنا دائما متعودين نسمع احبك وما اقدر اعيش بدونك او انت فارقتني ومو قادر انساك لكن العزه اي نعم الكلمات ان نعم. انت جرحتني فاوقف عند حدك انا هذه بالنسبه اخوي علي اقرب مكالمه تلقيتها على الهواء مكالمات والله مكالمات يقول لي وشلون في بداية شغلي بالإذاعة كانوا ما كان برنامجي برنامج مسموع يعني كان الأغلب يقول إيش هالياهل اللي طالع على الهواء عمره 17-18 سنة قاعد يسوي برنامج خصوصا أن البرنامج اللي أنا مسكته أقدمه في هذه الفترة اللي أنا أعطوني إياها الإدارة في ذاك الوقت كانت تقدم قبلي في هذا المكان وفي هذا الوقت إيمان نجم فأنا يا بعد إيمان نجم برنامجي مال نجم ووضعي مال نجم فكانت المسجات اللي توصل لي ايام ندز اس ام اس عشان تشارك بالبرنامج كانت يعني شوي ضيق الخلق بيني وبينك كنا بعدي مو معروف يعني وهالحكي هذا كان 2007 2008 بذيك السنين فيا لي اتصال وتكلمت معه وسولفنا وضحكنا واختار اغنيه وجاوب على سؤال البرنامج وسكرت التليفون ولا يطلع هو واحد من ربعي اللي كان قاعد معاي بالاستديو تشجيعا منه عشان ما يحسسني ان البرنامج في اتصالات طلع برا الاستديو ولا قال لي وانا مشبه على الصوت مشبعه قلت له انا ما خلصت شاي دش اقول يلا عشان الحين الناس يدقون يشوفون انه في اتصالات هذا كان من اغرب الاتصالات اللي جات لي على الهواء واتصال امي حبيبتي الله يحفظها ما شاء الله الله يحفظها شوفي انا اقدر اكون الحين شوفيني قدامك وقاعد اسولف واضحك قاعديها على هالكرسي اتعومس كلي ليش؟ انا احبك اخليها فخوره فيني وهي مو معاي بنفس المكان وهي معاي بنفس المكان احس ان متوتر ولا لا احس ان الوضع غريب يعني امي إيه؟ هذه يعني الله يخليها لك يا رب عظمه حضور الام طبعا اي طبعا تعرفي هي الاسرار والمفاتيح تعرفي فهو يخاف مكشوف لا مكشوف وسجارة عيالها مو بس كذي هو هي تعرف المفاتيح ملوته فعلا فتخاف تفتح تفتح له باب اي ف وصارت هذه ولا ما صارت؟ مره طلعت هي كانت مداخله معي على الهواء ايه واي خنقتني العبره ايه ما تعومست ايش قالت لك؟
امي ما تبخل علي بالحكي الحلو بشكل عام. نعم يعني حبيبتي الله يحفظك قدام الجمهور وحتى بيني وبينها يعني حتى لما اتصل عليها يما توني سجلت مقابله يما توني طالع من البرنامج دائما حريصه ان هي تقول كلام، بس الكلام لما يكون بيني وبينها والمدح لما يكون بيني وبينها يكون شعور. ولكن لما اشوف امي فخوره فيني قدام الناس الله اكبر فيني بشكل نعم قدام الناس لا شعوره مختلف تمام. نعم نعم اسرار المتابع لبرامجك يلاحظ ان كلها تحمل كلمة أسرار، هل هناك يعني تعتمد الكلمة هذه تعتمد وراها شيء معين ولا شلون؟ نرجسية أحب اسمي. لا لا فعليا يعني حسيت إنه لأنها نقدر نسقطها على شيء يعني هو البرنامج الأول مكتبات وأسرار، الثاني شعوب وأسرار. فإحنا نقدر نتكلم إن المكتبات وأسرار المكتبات أو المكتبات وأسرار وأسرار. فلذلك حسينا إن مسوية أنت خلطة باسمك مع اللي قاعدة وتوليسة حلوة حسينا حلوة يعني. حياكم الله في تسيورة فاصل والواصل. حياكم الله مرة ثانية يا هلا. اهلا وسهلا. اسرار هل اقدر اقول ان السوشيال ميديا صاحبه الفضل في انتشار شهرتك؟ طبعا طبعا، لان لو ما الاشياء اللي كنت اكتبها لو ما الرسائل اللي كنت اوجهها من خلال السوشيال ميديا ما اعتقد هذا الكم من الناس راح يعرفوني سواء بالكويت او برا الكويت. نعم. فاقدر اقول نعم. علي من امنياتك ان تكون المصدر الاول والاساسي لبرامج المنوعه والترفيهيه الموسيقيه، شلون مبين انك قاوي طراب. اقول لك يا ابو هيام ماسك الغتره وكوسر برقبتي لازم يعني وادري باني انا في هذا الدرب ماشي صح باذن الله، لانه وصلت الى مرحله في الاذاعه اغلب فنانين الوطن العربي اصداراتهم الاولى وبثهم الحصري الاول كان يتم عندي في البرنامج. نعم. شيرين وحسين الجسمي وعبد المجيد عبد الله وعبد الله رويشد ونوال الكويتيه لام 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 خلاص. فلان اوريدي جربت هذا الشيء وعرفت مدى تاثيره ومدى قوته حبيته وصار عندي هذا طموح وهدف كبير باني اكون المصدر الاول لأي أغنية جديدة على مستوى الوطن العربي. نعم. تنزل تكون يعرفونها الناس من برامج علي نجم. نعم يقولون كان لك موقف مع وائل الكفوري. وأنا صغيرة يا الله. شلون؟ إحنا يعني بيتنا وايد يحبون الموسيقى والفن والغناوي، يعني نسافر نحضر حفلات ونرجع وإحنا صغار. فعادة وائل الكفوري يعني محبوب البنات، البنات يحبونه. عندي صورة معاه كنا رايحين حفلة، أنا ما أدري ليش كنت وايد زعلانة وأنا مصورة معه، مادة بوز وفين البتية إن البنات يتشفقون على صورة مع وائل الكفوري وأنا مادة البوز. إزاي ليش؟ ما أتذكر وما بعرف يعني ما بعرف أنا شنو كان يدور بك. ما تحبين أغانية يعني ولا شنو؟ أحبها. ولو يتكرر الموقف تهجين الصورة بتصير مبوزة. الحين لو بيتكرر الموقف الكشرة من هنا. حضرت له شيء؟ ليل ورعد وبرد لا 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 واي لا 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 قرار بلا بلا بس حزت الحزة تروح. أحب أغني أحبك أنا كثير. يلا قولي قولي يلا والله بتغنين بروحك لا تخزيني ماكو مساعدة مني بهاللحظة. أحبك أنا كثير يا حبيبي ضلك طلع علي. شوفي شوفي الهجة اللبنانية شلون الحين خلي الحكي أنا بالأغنية. أحبك أنا كثير يا طلع علي وعيني بكير غمرني واحضني سيني بين ايديك. يلا شوفي هات هو حافظ يحب الكل يقولها. انا الاغاني اللي فيها وقت ما لي علاقه اجابتها هي تمتلج بروحها وعلي هي مو رفيقتك وياك بالجامعه انت شلون؟ انا اقول لك انا وياك انا بلا ساندها وقت الصجيه بس الحين كلش افا افا ما يعرفش فرا شفت شلون؟ لازم تسوين فيه مقلب تسوون فيه بعضكم مقالب. والله هو يسوي فيني اكثر لان انا من النوع اللي مثل ما قلت في البدايه كتاب مفتوح اذا اجيب اسوي مقلب قبل لا اسوي انت راح تدري ان انا في شيء. قولي لي اسرابي تجيبوا حق بعض قهوه الصباح بيحكي لك ايام الدوام اي بالجامعه من اللي يجيب اكثر من اللي يجيب اكثر انا الله ولا اي والحق لا بس لاني جاي متاخر اي توني بقول لك انا كلها متاخر انا موجوده قبل عرفتي طب راضيها يجيب لها قاعات قهوه الجامعه يلا وتطلبين ولا يعرف هو شنو انت تحبين وكذي ولا يجيبها كذي لا اسرار مزاجيه يعني عادي اليوم تبي تشرب قهوه حاره باكر قهوه بارده عقب قهوه فيها حليب ما تدمر تقول لك ليش اليوم القهوه البارده تبيها اليوم وتقول لك انت جايبها حاره ما تدمر عادي كل شيء كل شيء كل شيء عادي كل شيء كل شيء اهم شيء صح ونبطل تلطين اللي يبى تلطين الموجود المهم يعطيني قهوه المهم صح صح المهم صح
ودك تقدم محتوى غير موجود لدي الآخرين، ولا يستطيع أحد أن يكرره بنفس الطريقة التي قدمته بها، وكيف؟ أقدر أقول بأن الغاية اليوم المحتوى الموسيقي الغنائي اللي قاعد نتكلم عنه قبل شوي، في نتكلم موسيقى ولا غيره، ولا حتى في برامجي اللي قدمتها اللي هو كان برنامجي اليومي على إذاعة مارينا أف أم، اللي هو المنصة الموسيقية ما في أحد قاعد يقدمها اليوم. الأغلبية الصامتة، وفقرة الأغلبية الصامتة، واللي طلع من هذه الفقرة من كلام ومشاعر على مدى سنوات فوق 600 فقرة موجودين وموثقين لغاية اليوم. أدري بأن هذا مجال أشوف في وسائل التواصل الاجتماعي كثير راحوا إلى هذه الحتة، قاموا يتكلمون بالمشاعر ويحطون موسيقى ويسوون الفيديو أبيض وأسود ويحطون الكلام على هذا، ولكن عندي قناعة بأن اللي يطلع من القلب يوصل للقلب. بالضبط. لا حفظت الحكي ويت تقوله ورا بعض، باين بأنه هو بلا شعور ما راح يوصل. نعم. أسرار، شلون سالفة بلد الساحرات اللي زرتيها؟ في شنو زغرب كرواتيا؟ حكيني. كانت هذه واحدة من حلقات شعوب وأسرار. نعم. كنا فكرة الحلقة كانت أن كل مدينة يعني فيها شيء معين، لها طابع معين. نعم. فيينا. نعم. موسيقى. مثلا كرواتيا كانت وايد معروفة بأن هي أكثر مدينة فيها، زغرب تحديدا، فيها ساحرات. إيه؟ ويعدمون الساحرات، ومعنا يعني هذه خرافة يعني. إيه؟ ما نقول هذا حكي قديم يعني. نعم. أي واحدة أي شيء مو طبيعي ويعدمونها بالحرق حية. نعم. فلذلك وايد تكلمنا عن هالموضوع وأصله وتأثيره، فكانت حلقة لافتة لأن فعليا موضوعها غريب. إيه؟ إن شلون كانت الناس يعني سبحان الله من مئات السنين شلون الجهل في إن أي شخص يشكون فيه بحركة غير طبيعية هذا ساحر ولا هذه ساحرة، حرقوها. إيه؟ فبس هذا اللي كان موضوع الحلقة. وانت طبعا انصدمتي. إيه؟ لا والله تبين الصدمة. إيه؟ وين لما رحنا نصور المكتبات. إيه؟ كان يقول إيه لعلمك من مئات السنين ترى في مخلوقات تعيش داخل أرفف المكتبات. شنو؟ خفافيش. هذا مكتبات البرتقال والله العظيم. طلعوا لك ولا ما طلعوا لي؟ لكن إيه؟ مكتبة قصر مافرا. إيه؟ في البرتقال. أنا نصار فيني خلاص عدم صحة، خلصنا من كوين براي نفس السالفة. إيه؟ كان يطلعوا لي في كم واحد محاطينهم. إيه؟ كإثبات. يقولون إحنا ما نشوفهم لكن نسمع صوتهم. إيه نعم. إيه أخوي علي، ماذا يعني لك أنك أصبحت مؤثر في الكثير من مؤثر فيهم يعني من الشباب الذين أصبحوا يتخذونك قدوة لهم في الإعلام؟ يعني انت ما شاء الله دائما حواراتك للشباب هذه، فقول لي قبل لا اجاوب بس عشان تعرفين ان هي تسوي نفس الحركات، هي الحين لافه علي تسوي لي بعيونها كذي. يلا واي انا ما ادري ما اعرف ما يبين عليها يقول ما تحت السواهد. واي انا مسكينه. اي مبلا صادقه ما اقدر اقول لك شيء. وليه متى بالتناجر؟ شوفي انزفين يعني ما كنا ندري ان راح ننزف من قبل. عندش ندري ما ادري عنكم يعني والله خيازرين. اصبر جاوب اخوي علي. كلمه قدوه كلمه كبيره فتحت يعني الواحد يخاف منها بشكل وايد كبير. اذا لو واحد بس يشوفني قدوة، بس واحد بهالدنيا هذه كلها، هذا بحد ذاته الواحد يشوفه إنجاز وايد كبير. واليوم لما تكون عندي القدرة بأني أقدر أوصل هالتأثير إلى الناس في أطباع، في سلوك، في فكر، في شعور، فهذا يحملني مسؤولية أني لابد أنا حتى أكون أول من يبادر بالحكي اللي يقوله عشان ما يصير باب النجار مخلق. نعم نعم نعم. سلامتك. يسلمك أخوي. أسرار، ما الذي كنت تخافينه وقدرتي تتجاوزينه؟ المرتفعات. كنت أخاف أطل من جسر لما ما أدري شنو صار. للحين لليوم أنا ما أدري شنو صار. يعني فوبيا. إيش سويت؟ صعدت، كنت من نيبال أصور حلقة، خلصنا كان أصعد بواحد من جبال سلسلة الهيمالايا وقطعت نفسي باراشوت. طال عمرك. أخ اللي قلت ما أدري شو حاشني شعور أشوفهم بالباراشوتات. كان أقول قبل لا أروح المطار أبي أسويها، وفعلا وقفت. طبعا الخرعة كانت مليون لأن أنتي تركضين تقطين نفسك من حافة جبل معك مدرب أو مدربة. نعم. طبعا أروح وردت. كان أقول تعددت الأسباب والموت واحد الله تعمرك. وكانت من أجمل التجارب اللي أنا أقولك إنها. تعيدينها؟ إيه راح أخاف، راح أتصرق على نفسي، بس راح أعيدها. تعيدينها؟ أعيدها مليون مرة. هذا أسرار عندك. مو أسرار. الشعور التخفف إن أنت معلقة بين السماء والأرض. إنزين. وشلون كان هالشيء إنك أنت تخافين منه واستوعبتي بأنه تافه وأصلاً يعطيك شعور عجيب. أنت طايرة أنت ما. شفتي العالم. شفتي الدنيا. أنت بالسماء. تخيل احنا دائما نقول السماء نرفع راسنا نشوف. انت بالسماء. ايه؟ ومو بطياره وقاعد. متدندله بالضبط.
فتعرفين اللي هذه الشعور الادرينالين يرتفع. إيه؟ صح قلت اي صح اي إيه؟ فكانت وشلون فعلا ان مخاوفنا سخيفه يعني وايد كنت لا بس يعني برشوت و لا هذا ينون انا اقول لك اياها إيه؟ انا يعني قاطع عمرها من جبل بالهملايا يعني عشان تقولي مخاوفنا سخيفه لا بس اكيد بخاف لا انا قلت كنت اخاف من الجسر. رحت من شي سهلك والله ما تعلمين ايش بتسوي عاد الحين احنا قلنا نحط الافتراضات يوزي راح اسويها بعد تسويها تعيدينها يعني ما عندك مشاكل علي تسويها لا لا ها لا لا سلام وين القوه والصلابه ما له شغل ما له شغل بس هو انا يعني ترى والي في خوف شيء ما اسويها ما قط عمري من طياره الا عقلي براسي ما له داعي اللهم لك الحمد ما له داعي كلش ولك طاوه ليش فيك شنو العلاقه شنو ليش شنو العلاقه شلون ما احب اشوف ما احب اشوف مخلوق ما اقدر اتوقع رده فعله او تصرفاته القطوه عمرك ما فجاه قاعده يقول فجاه ناقزه هني إيه؟ فجاه إيه؟ فوق إيه؟ فجأة عزك الله حتى الكلب حتى الكلب لا 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 الكلب هي ربيتهم تعرفهم أنا عندي اربي كلاب الكلب مختلف تماما عن القطوه ممكن انت قاعد تلعبينها تدلعي فجاه طقك وتمشي عنها اي صحيح الكلب لا يمكن إيه؟ شوفي اذا انت غايبه عنه كم ساعه بس تردين شلون يفرح فيك صحيح غير انت مريضه يحس فيك انت زعلانه تحب الكلاب ولا لا 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 اي مقتنيات للحيوانات الاليفه بعديها مقتنيات كنا راضين بكاس كوب بيتنا لان حفظ اسامينا كلنا وقام يقلد الجرس ويضحك علينا الحين ان شاء الله يعني اذا في حيوان اليف عرفتيها السمكه بمايها احطها يم راسي واعطيها اكلها بس كافي زين علي ما ابرز نقاط ضعفك ومن شنو تخاف؟ الحين نتكلم عن الخوف الفعلي يعني شنو تخاف؟ انا فعليا اخاف افقد ناس احبها هذا خوفي الأزلي أخاف على قولتهم ينقص فيني الحبل بنص الدرب وأنا متعلق أحب أحد وقريب مني وصديقي ولا ما صار ما لا صار وما خفت أنا إلا أنا ما خفت من هالشيء إلا لأنه صار وتكرر نعم فرد الفعل العكسي أو الأضرار الجانبية شنو صار شنو صار صرت أخاف صرت أخاف أتعلق صرت أخاف أروح كلي صرت أخاف أصدق أن هذا الإنسان يحبني لي صار عندي خوف أن هذا الإنسان لابد أنه يحبني لمصلحة ما في حب صادق اليوم ما في وصار عندي هالخوف الحمد لله قادر أني إن شاء الله أتغلب عليه الخوف الثاني أخاف من الفشل وايد أخاف من الفشل وأحرص تماما حرص الفشل اللي فشلت بتقوم عندك الإصرار مرة ثانية أنا ما أخاف من شيء ما جربته أنا فشلت وجربت شعور الفشل وقمت بحذافيرة الحمد لله كان اليوم ضيف برنامج شلون ما قمت لا ما قاعد أقول لك إذا أنت تخاف من الفشل في يعني فشل تقوم ربي يعينك يعني بس ما يعني عاد مو معناته أن أنا جربت الفشل مرة معناته لازم أجرب لا مو لا 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 تجرب مرة ثانية بس إن ساعات في شغلة مثلا تبي تروح مثلا تسويها وما صارت تبي تقول إن هذا فشل ولا ماني رايح وماني لا لا ما يصير لا 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 يعني لا أنا أكثر بني آدم يحب يخاطر يعني أنا تقولي لي ترى الدرب يمكن ندش بصبة أقول لك صبة خلينا نجرب ما ورانا شيء إي نعم طالما عجبتها إجابتي لا ما لا لا قاعد غشمر عندي تويتر لكم صغيرونة وأبيكم تعلقون لي بكلمتين حلو عندي علي قول لي كلمتين عن الطموح هو أنك تعرف تقوم الصبح تركض ورا الشيء اللي تبيه بدون لا تمل هو أن أنت تعرف أن ريولك رايحة لنجاحك لو مهما طالت الأيام نعم. وهو أن أنت تعرف أن الصبر مفتاحه فرج نعم حقيقة أسرار عن أحباب الشباب أحباط الشباب أحبان الكلمات الإيجابية بس إذا بقول أحباط الشباب موت مختار إحنا ممكن أن إحنا نكون معرضين للموت في عدة مراحل أبسطها كل يوم لو نركب سيارة ونمشي فيها لكن إحنا نختار أن إحنا نتجنبه نختار أن إحنا نتجنب الأحباط نختار ان احنا نتجنب اليأس نختار ان احنا نتجنب الألم والأذى اللي نحس فيه من بعض المواقف بعض الإخفاقات بعض الفشل وهذا حياة هذا هو الحياة الحياة بالنسبة لي اذا كان كل شيء فيها وردي انت ما راح تحسين اصلا بطعم النجاح ما راح تحسين بطعم الفرح الاشياء هذه حلو ان احنا نعكسها نتعلم شلون نتجنبها واذا صابتنا نحاول بقدر الامكان تكون هي البنزين اللي يخلينا ندوس اسرع مشكورين وما قصرتوا واللي حققتوا رغبتي في انكم تكون تسيوره وما قصرتوا اعزائي المشاهدين اشوفكم الحلقه اللي وراها ان شاء الله تحياتي